هذا ما ذكرته مما ذكره الله عز وجل عن القرآن وما ذكره جل وعلا عن القرآن في القرآن شيء كبير وكثير، لكن مع هذا أين نحن من هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا واستشفاء وتطبيقا؟ هذا السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعا وأن يطرحه كل شخص على نفسه، أين نحن من هذا القرآن؟ ولذلك ذكر الله عز وجل حال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله المستعان، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم.